وهذا سائل يسأل يقول: هل تأديب المعلم لطلابه في المدرسة بالضرب شرعا لا يجوز؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك. يعني الأب له حق التأديب والمعلم له حق التأديب، لكن ضرب عن ضرب يعني ما هو يتعلم. فإذا كان في محله وفي نوع من التأديب أو نوع من يعني التذكير بأن هذا إهمال وما إلى ذلك فهذا أمر لا شك أنه يجوز، لكن قد يمنع إذا كان في تعدي، يعني تعدي من مثلا المعلم على تلاميذه ونحوه. والمشكلة الحين الآن مش الطلاب اللي بيضربوا، المدرسين اللي بيضربوا الأستاذ، هذا بين بنواحي المدرسة. نعم.